رجعنا وياكم مرة ثانية ووصلنا للفقرة اللي أكيد أنتوا اليوم افتقدتوها، فقرة الطبخ مع شيفنا شيف عرفان. قبل ما ندخل ونسأل شو محضرنا اليوم وشنو الأشياء اللي محضرها لنا، خلينا نسولف على موضوع الفيروس. أنا أعرف أنت عندك حكي هواية بقلبك على هذا الموضوع. أي والله هواية، يعني عدم التزام الناس، مواضيع هي هواية هواية دا أشوف. يعني الصوري حتى يعني قبل كم يوم المافيا الإيطالية لما أجوا الأطباء من الصين، فالأطباء طلبوا زيادة برواتبهم يا هالة. لما جوا دخلوا الصين الإيطالية، جوا من الصين الإيطالية يعالجون هذا الموضوع بإيطاليا، فطلبوا زيادة برواتبهم. نعم. المافيا الإيطالية الكل يعرف أن المافيا الإيطالية دائما هي تحرس إيطاليا وتقوي اقتصاد إيطاليا. المهم قالت لهم سنجعلكم تتقاضون كما يتقاضون لاعبي كرة القدم، بس خلصونا من المرض. شوف الدعم بعد من كل الاتجاهات. بالضبط، قال لهم انه راح نعطيكم، شلون لاعب كره القدم ياخذ كذا مليون يورو بالشهر، نعم احنا راح نخليكم اكثر منهم تاخذون، بس خلصونا من هذا المرض. واحنا هنا ماكو التزام، مجرد موضوع حضرت جوال ما يلتزمون به. طبعا هاي شغله، بس شغله ثانيه انت لك دور طبعا كلش مهم وفعال بهذا الموضوع، لانه هسه اغلب النساء والسيدات الموظفات الغيرها الغيرها قاعدات بالبيوت بسبب ممنوع تجول، بسبب يعني العطله الرسميه. فبالتالي احنا نحاول هذا الموضوع، هو صح مرض وصح يعني وباء ولازم احنا نواجهه، فاحنا نقدر نواجهه بعدة اتجاهات. من اهم هاي الاتجاهات انه احنا دائما نحفز نفسيتنا للاشياء الايجابية. فبالتالي انت مو قاعدة بالبيت، او انت لانه ما عندك شغل واكو حضر تجوال، تفوتون بدور من الكآبة، لانه هذا الموضوع راح يأثر على، مثل ما ذكرت خبيرة التنمية البشرية، راح يأثر على النفسية. صحيح. فبالتالي راح تكون مناعتنا ضعيفة لمواجهة هذه الفيروسات. فاحنا ويا الشيف عرفان راح نقدم هواي اكلات وطبخات حتى تسووها، بالاضافه لهذا شويه طلعون من مود الكآبه والقعده بالبيت. صحيح. صحيح. هي اسبوع، يعني اسبوع 10 ايام او اسبوعين اتحملها ما شنو اتحملها هاني. اتحملها لمده اسبوعين، كنا نتذكر عطله المهم عطلة السادس لما يعطونيها قبل الامتحانات. صح. نظل شهر او 40 يوم نقرا، ما نطلع بغرفتنا قاعدين نجد عليها. يا اخي هاي الايام اعتبروها سجن، اعتبروها مخالفين باي شيء، يعني ما نريد اختلاط. الصين بدت تحد من موضوع، مثل ما تفضل دكتور احمد الرديني قبل قليل، انه بس تحس بدرجه حراره عندك شويه مرتفعه اقعد بالبيت لا تطلع. ايطاليا كذلك بدوا ينفون عن نفسهم من خلال شرف المنازل. بالضبط. قاعد واحد اللي يعزف اوركيديون، واحد اللي يعزف على الكمان، واحد مطلع المكسر مال دي جي ويشتغلون. اكو العاب تصير بالبيت ممكن يعني هاي الكريتشه انت وزوجتك اليوم تتقابلون عليها تسوون كريتشه مختلف الانواع. صح. ابدي بها. هاي المواضيع كلش مهمه، ارجوكم التزموا بموضوع حظر التجوال ضروري جدا. لا نظل دائما نلوم بالحكومة. صح. والله الحكومة هيك، وزارة الصحة مقصرة. يا أخي انطتكم خطة امشوا عليها، امشوا عليها، انه ما اترك البيت، اظل قاعد بالبيت حرصا على سلامتك. هواية ما مهتمين ماخذيها بحيث صدر، لا الفيروس قاتل. صح. الفيروس قاتل وبدا يطور نفسه ويوصل مرحله مؤذيه اكثر. يا رب الستر والعافيه. امين طبعا. وما بعناد، واكو نقطه كلش مهمه، الله يخليكم، وزاره الصحه والحكومه انطت حظر تجول وانطت موضوع تعطيل الدوام الرسمي، بس هذا الموضوع مو معناها سوون جمعات بالبيت. الله يخليكم افتهموا هاي النقطه. صح. يعني كلش طبيعي، وانا قلت ذكرت انه دا يسوون جمعات، دا اشوف السنابات والانستغرام ملتمين. زين هو ليش لعد انطوا حظر تجوال وليش انطوا تعطيل الدوام الرسمي غير اللي منع التجمعات؟ على العموم الصحه والسلامه يا رب للجميع. لك القياده، انا راح اروح خلاص بعد. تعال احكي المقادير شنو. لا لازم اعرف المقادير شنو. شوف اكو تمر وبالسمسم. الله، هاي اول شغله. اي يعني حسب ما اتذكر قلت اي عجينه تحتاج ملح لازم نخليها شويه ملح. انتهينا. ورا احكي. تمام. طحين هنا جريز هذا؟ لا هذا هو دهن. الحمد لله. اوكي. أي. ورا لا بعد ما لي علاقه. خمره وشكر بس. اي هنا بيكنج باودر ممكن. اي ممكن مشبهه انت وشبهه شويه. والله ورا ملح. اللهم صل على النبي. خلاص عرفت مقادير. لا بس اكو شيء تجاوزت، انا اكو شغلتين تجاوزتها. هاي الحوايج. اي حوايج دكليتشه. أي. وهاي الحبه السوداء سمسم بالصابغي. زين احنا معناها احنا نقدر نستغني عن هاي النقطتين.
الحوايج، الحوايج سهله موجوده على لا بس ك ك كسيستم ثابت لك ليش نقدر نستخدمها ثابت. لا الحوايج ثابته تعتبر. الحبه السوداء لا انا ما اذكر يخلون حبه سوداء، يعني احنا عندنا يمكن طريقه تختلف. انتوا واحد توين باليابان انتوا بالعراق كله يخلون حبه سوداء. تمام اوكي خلاص الموضوع بعد يمك، وانا احب الكليتش ملتمر فده تستوي هي صح؟ تدللين هي بالفرن ده تستوي. تمام اوكي يلا لك القياده. شكرا جزيلا. هلا نسمي بسم الله ونبدي. طبعا الموضوع جدا مهم، الكل راح يسال عن هذا الوجه. هذا فد شيء هذا اللي راح نشتغل عليه. هذا يبعث ثاني اكسيد الكلور، هذا يخلي فد دائره 1 متر داير مدايرنا يخلي ثاني اكسيد الكلور يحمينا من هذا الموضوع. هذا ضروري انه اي احد راح يتجول، الاعلاميين او اي شخص ثاني راح يطلع يتجول خلال هاي الفتره ضروري جدا. انا طبعا قالبه لان ما اريد اسوي شيء اعلان لان عده نوعيات موجوده به. هذا الاعلاميين او اي احد راح يتجول خلال هالايام لخدمه الناس لخدمه المجتمع الاطباء استخدمه، راح اخلي ثاني اكسيد الكلور يكون داير مداري بقطر 1 متر ويحميني من اي فيروس وبكتيريا راح تكون جايه علي. طبعا راح نبدي بالكليتشه، راح نبدي بالكليتشه اليوم ونبدي بعجنها. اوكي اللي راح نشتغل عليه الكليتشه، اول شيء خليني اشوف الكليتشه بالفرن. اول شيء نسوي بالكليتشه دائما نخلي الطحين ونخلي الدهن. هذا موضوع كلش مهم عندي بالكليتشه وسولفت عنه سابقا. ليش؟ انا اريد اليوم ادخل اكبر كميه من الهواء. نوبات نشوف امهاتنا تعلمنا عليهم يجون يلزمون الطحين والدهن يظلون يسوون له هيك، خالين طحين ودهن بس خالين يسوون بيه بهالشكل. هذا هي هم قصدهم انه سابقا انه يدمجون الدهن ويا الطحين، لكن هو علميا هم بهالحركه هاي يدخلون اكبر كميه هواء ويا الدهن، خلوها تدخل داخل هذا الموضوع اللي دا يفركون بايدهم. خلينا هسه الدهن والطحين نخليهم يعجنون لحد ما يبدي الدهن يتجانس ويا الطحين بهالشكل هذا. اتركهم خلال هاي اني لضيق الوقت بالتاكيد اني محضر عجينه. اريد نشوفكم انه العجينه راح نشتغلها بهالشكل هذا. عجينة أنا عديتها، هسه أريد بس بما يتلابس الطحين والدهن دائما أني أريد أخلي أنه العجينة تلابس أكثر. عجينتي دائما ما تكون مائلة للدهنية أكثر ما هي جافة. هذا بالتأكيد أنا أستخدم الزيت هنا، أستخدم محاوطها بالزيت شوفوا إيدي وهي بيها دهن هواية. خليني اغير على أداة التقليب اللي عندي هنا. أداة التقليب دائما اللي استخدمها لسرعة العجن وبعدين احول على الملوي نشتغل عليه. خليها تقلب هنا وراح نبدي بالعجينة. دائما قلت لكم انه كل شيء هنا نشتغل عليه دائما يكون عندي وزن. ليش؟ على مود انه اني مسيطر بموضوع الكميه اللي راح اشتغل عليها، يعني مو كليشه كبيره وكليشه صغيره. خليني اشوف لان عندي هاي الكليشه هنا خليتها بالفرن. زين هنا راح نجي نشتغل على اوزان، على اوزان اريد اشتغل بيها. شوفوا شلون صارت. شوفوا شلون صار الموضوع اللي عندي هنا. هنا صار عندي الدهن والطحين. شوفوا شلون صار مثل الكرات صارت. بهاي العملية أنا دخلت أكبر كمية هواء للعجينة.
مثل ما سولفنا بالكيك وغيره لما نخلط الطحين، هاي العملية أنا أحتاج إنه ضروري جدا إنه أكملها بالعجن. خليني هنا لضيق الوقت هنا خليني أشتغل على الوزن على 25 أو على 30 راح نشتغلها. ماكو أوكي ماكو الميزان أكيد ماكو الميزان، راح يكون عندي هذا الحجم، ابدي اقيس على ضوء هذا الحجم اللي عندي مو الا الميزان. اذا ما عندكم ميزان بالبيت ابقى فرنس صمون دائما كنا نسويها هالشكل هذا، ابدي اقيس على اساسه من السمك والعرض اللي راح يكون بيها الشكل هذا ابدي اكون بيه. وانا بديت اليوم بالكليتشه لان هي راح تكون مفيده انه كلش، وراح موضوع خزنها راح يطول عندي. كذلك اشتغل ممكن الايام القادمه الكعك، المواضيع اللي يريد نحصلها وممكن ما نقدر نطلع للسوق. ثواني كمل هذا بهالشكل. اكو قالب ماكو قالب، انا اليوم تعمدت ان اشتغلها بدون قالب، يعني الشكل هذا سويتها. اهم شيء هسه راح اعطيكم المقادير شويه بس اشوفكم الطريقه. هذا الزياده راح تطلع عندي هنا، اشيلها واكورها بهالشكل هذا. ضروري انه اكورها، خلوني امسح من هنا الموجود القالب، ممكن بدون قالب وممكن قالب، بس اشوفكم الطريقتين شلون راح نشتغلها. اوكي هذا القالب اعتيادي، الكل يعرفون يستعملوه. شوفوا الكميه اللي سويناها 30 جرام جتي حلوه على القالب ونفس حجم القالب اللي عندي. الشكل هذا راح يكون عندي، خلي اخليكم اياه هنا تشوفوهن. نبدي نفتح بالايد دائما، ناخذنا اي ميز اي شيء عندنا موجود نشتغل عليه. عندي بالنسبة للجوز ناخذ المقادير زميل المخرج وبعدين نرجع على الجوز شلون راح نشتغله. ثواني ناخذ المقادير، المقادير اللي عندي بالجو. راح يكون عندي طحين 4 كوب الدهن، 1 كوب وربع، راح يكون عندي 1 ملعقة كوب من السكر، 1.5 ملعقة كوب خميرة، 1 ملعقة شاي الملح راح يكون عندي، 1 كوب حليب سائل، و2 ملعقة الطعام راح يكون عندي حليب مكثف. بالتأكيد اللي أنا محتاجة الحليب المكثف وين راح أحتاجه ويا الجوز. طبعا هاي البارحة دنسولف أنا بالبيت أنا أم راموس، فقلت لها أنه موضوع أنه أضيف السكر وهالمواضيع، فقالت لي لا ضيف الحليب المكثف ويا الجوز حيكون طيب. حبة السودة راح تكون رشة، النسكافيه راح تعرفون شنو شغله، والتمر والجوز والبيض الاثنين اللي موجود عندي بالتأكيد. ثواني اوكي اوكي هنا بدينا نكون اللي بالتمر موجودة عندي، راح تكون عندي بهالشكل هذا. بالنسبة للجوز راح اشوفكم فالطريقة حلوة بالجوز وطيبة. الجوز ابدي اكسر الجوز شوي، اصغر حجمه. ليش؟ يعني حبايه الجوز اللي تكون هيجي تكون كبيره شويه ممكن تمزق لي العجينه لما اخليها بالعجين، فاحاول دائما انه بايدي او باي شيء عندي بشيبك ممكن، بس خلوا بالكم الجوز من المكسرات، الدهنيه، فاذا طحنتوه زايد راح يصير مثل العجين، فدائما اخلي بيه خشونه. بالشكل هذا اضيف الحليب السائل اللي عندي. بالشكل هذا حليب المكثف نضيفه. طبعا اشكر مركز وفر للتسوق اللي البارحه انطوني كل شيء وهدولي فد نوعيه شاي البارحه كلش عجبتني. فد نوعية شاي بيها فد 5-6 أنواع من الشاي
نسيت اسمه اعتقد ما اتذكر يعني زهورات وهيك شيء نازل به ف يعني يبدي به زنجبيل ويبدي به النعناع ويبدي ان شاء الله اشوف لكم اسمه بس لكن هو فد مجموعه فد علبه مجموعه كامله من الشاي كلش كانت مفيده شفتها البارحه زائد هذا مشكورين اسبوع كامل زودوني بكل ما احتاجه مركز وفر التسوق كل ما احتاجه من بضاعه من مواضيع من دجاج من غيره قالوا لي اخذ لي عزبك المهم انه هذا الاسبوع ما تنقطع عن المشاهدين اللي يتابعون فقرات البرنامج مطبخي مع الشيف عرفان لا تنسون تدعموني على الانستغرام مع البيج اللي خاص بيه مطبخي مع الشيف عرفان لاني انتظركم بيه انه اي شيء تحتاجون من اسئله او على الفيسبوك شيف عرفان راموس بالانجليزي حضرنا اللي هنا موجود عندنا الجوز ويا الحليب السائل غسل ايدي تعرفون شوية انه حليب السائل بيه سكريات وفي نوع من الدبق يكون بايدنا ملح القوم لا ما احبها اسوي لكم ملح القوم تتدلل هنا ابدي نفس الشيء انا سويت اليوم طريقة بدون قالب سويتها بالنسبه اللي سويتها الصبح فكرت انه ممكن اي مره بالبيت اليوم ما عندها القالب حضر التجوال ما تقدر تطلع واشجعها ما تطلع لو تسوي باي قالب لو بايدها يعني مثل الكبه عينا كبه اليوم اجي اسوي اني بهالشكل هذا واجي ارد انقشها عن نقشه مو مشكله شطل اجي هنا شطل هنا اي نقشه اريدها من الصفاح انقشها بالشطل وعيل شطل هيج اسوي لها عمود اعرف الانواع اللي سويتها هاي المواضيع اللي عندي مو مهم القالب المهم سلامتكم المهم انه اليوم لا تجاسفون اذا ماكو قالب ممكن تسووها باي شكل تريدون صار هالشكل هذا ابدي افتح العجينه اللي عندي بهالشكل هذا الجوز كل ما كان اصغر كل ما كان اكثر امان عندي على العجينه انه ما راح تتمزق الشكل هذا واجي هم اسويها بايدي حال الكبه هاي بالايد نسويها انا اليوم بس اول اثنين سويتهم بالقالب والباقي شوفوا واحده ثانيه شنو قلبي ها حلو المضرب هذا اللي عندنا ممكن ننوع بالمضرب اليوم اي شكل نريده لكن انا دائما الكليتش اللي اسويها احب انه دائما اخليها شلون اخليها تختمر ورا ما اكمل الكليتشه بهالشكل هذا يعجبني انه اخليها تتخمر شي ربع ساعه او ثلث ساعه لحد ما البيكنج باودر يبدي ياخذ شغله ضروري جدا انه البيكنج باودر ياخذ شغله فبهالشكل هذا ايش راح يصير عندي راح يصير عندي اكو فطراوه وهالشاشه موجوده بالكليتشه شوف هالشكل هذا الشكل هذا انه انا اسويها بايدي حال الكبه عينا كبه يعني اول شيء اكورها وبعدين ابدي اسويها بهذا الشكل واخليها عندي هذا اللي موجود خليه اجيب التبسي اللي موجود عندي الشكل هذا خلينا نوفى اول شيء اوكي لا اتصالات اوكي اظهر اتصالاتكم بالتاكيد ناخذ اتصالاتكم بالتاكيد اوكي انا بانتظار اتصالاتكم الارقام راح تكون هنا وهنا وهنا باي مكان تريدون اوكي راح تكون الارقام هنا موجوده اسفل الشاشه اتصلوا بي ونسولف على اي شيء تريدوه انا حاضر اشتغل عليها بهالشكل هذا كورها
خليني بما اكمل هاي شو اكمل هاي خليني اخلي تمر هم شويه بالشكل هذا كذلك بالعيد التمر شويه تكون اكثر امان ليش؟ لان التمر هو عباره عن عجين مسوي فما راح تكون بيه فد نتوءات او شيء ممكن تمزق لي تمزق الكليتش اللي مسويها هاي بهالشكل هذا نرجع ارد اكمل العجينه هذا اللي صار عندي هنا طحين كرات اللي صارت الطحين والدهن هذا اللي دائما امهاتنا نشوفهم نتذكرهم الله يعطي الصحه والعافيه يا امه كانت تلزم دائما يسوون الكليتش بالبيت بهالشكل هذا الخمره اللي عندي هنا دائما ارد الخمره تشتغل بشكل صحيح اخلي الخمره هنا عندي وين راح اخلي ويا السكر اريد الخميره شويه تتفاعل ويا الحليب ويا السكر ضروري جدا انه اخليهم يتفاعلون قبل ما اخليهم بالعجانه ولو لمده دقيقتين او ثلاثه ليش اريد الخميره تنزل جاهزه على طول تشتغل مو تظل فتره ولربما اذا خلينا شويه نوبات يخلون مي حار او يعني نقول فاتر احنا ضروري انه نخلي مي الفاتر خليها هنا شويه بين ما تجهز البيضه راح نضيفها بالتاكيد اوكي هاي البيضه اللي عندي هذا الملح ضفته هنا خلصنا من الملح عندي اهم مكون اني برايي بيكنج باودر ينطينا فد البيكنج باودر ينطيني هنا البيكنج باودر فد طراوه وفد 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 فد شيء هذا البيكنج باودر كلش احبه ويا الكليتشه ينطيها فد طراوه وينطيها فد نفسه كلش حلوه يعني جربوه اللي ما مجرب البيكنج باودر وياها دائما يشكون منه انه العجينه عندنا يابسه او الكليتشه عندنا يابسه طلعت ضروري انه تجربون البيكنج باودر ام زينب شلون السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته شلونك شخبارك اللهم يرضى عليك بحق النبي الله يخليك يا رب ويطول بعمرك تدوي قلبك انت انت قرطت هاي الناس في الكليتشه اي البيض عجينه وياها اي وي البيض وياها وعندنا بيضه ثانيه راح تكون ويا النسكافيه والحليب على جنب نخليها على الوجه مال 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 الكليتشه راح نكملها. بس قل لي زبد لو دهن اقلاص واحد؟ شوفي دهن او زبد ماكو مشكله، عندنا كوب وربع باربع اكواب طحين، ممكن الزايدين اوكي هو اني اللي اريده انه العجينه شوفي العجينه شوفي ام زينب، شوفي العجينه مالتنا شوفي عجينتنا شلون صايره. اذا شوف اذا ضاع عليك هاي عجينه عجينتنا دهنيه. مثل هاي البيضه والدهن دهن عادي جن ما يخالف اي دهن عندك تسوي دهن حر اي دهن عندك شويه ضيفي له زبد كل شيء يشتغل عندك على عيني وراسي ام زينب اللهم يرضى عليك الله يرضى عليك ام وابويا خليك عيني عيني هذا اللي صار عندنا هنا نكمل الصينيه عمود الكادر ما يزعلون علي شكل هذا دائما خلي شيء عندنا علمتكم حتى بالدولمه لما سويناها الدولمه قلت لكم انه افتحوها على فد ميز او شيء راح تسيطرون اكثر هذا التمر اللي عندنا نفتحها بايدنا بالايد نسويها بدون قالب عينا نكبه شلون نسوي الكبه بالضبط الشكل هذا راح نشتغل عليها عندي اتصال؟ ام شيماء شلونك؟ شلونكم عيوني؟ شلونك شخبارك؟ من الله مصطفى هنا واقف يسلم عليك يقول سلم لي هوايه على ام شيماء فدوى العانة شلونك شخبارك؟ سلم لي هوايه عليك حبيب قلبي ما شو بدري؟ يسلم عليك شو انا؟ اريد ابن الي ما عندي ولد يقول اتشرف ويقول على راسي امانه ياشر يقول اتشرف وعلى راسي ام شيماء بنفضل الله بس ابنية وحدة عندي الله يحفظها يا رب ستر وعافية عليكم يا رب العالمين الله يسلمك سلم لي هواي وسلامة سلامة العراقيين وين ما يكونون يا رب يا رب يعدينا هالايام يا رب ان شاء الله تعدي هالايام واحنا اقوياء لكن
بالتزامنا. يعني اكو ايام حاربنا داعش وغيره وغيره، كان كنا محتاجين القوه والثبات انه نطلع نواجه العدو. هذا العدو ما نشوفه، هذا العدو ما راح نشوفه، هذا العدو ما راح نلمسه، ما نقدر نقاومه احنا. ضروري جدا انه يا اخي هو غدار، هو الانسان الغدار دائما انت تتحاشى منه. فانت تحاشوا هالمرض اللي جاي، الله يرضى عليكم، تحاشوا وكونوا اقوياء لمواجهته. بس شلون اقوياء؟ مو اطلع اواجهه، لا، انه اني استخدم كل ما يخلص هالشيء الغمه اللي جايه علينا يا رب. ثواني، اني هنا ليش منتظر مداعجن؟ انا هنا ايش عندي؟ اريد الخمره تتفاعل ويا الحليب واعجن عليه بالتاكيد. ثواني، ايش قد؟ ليش لون طلعين اليوم احسن؟ اوكي. 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 بالشكل هذا اني راح اعدها، خلوني. امان السلام عليكم. هلا وصباح الخير. صباح النور، شلونك ابويا؟ اهلا وسهلا، اهلا بك. شلون صحتك؟ يا مبدع. الله يخليك ويرضى عليك ابويا، يطول عمرك. الله يسلمك، الله يخليك، الحجيه تموت عليك. والله انا اموت عليها، سلمي لي عليها وسيدي ايديها. الله يسلمك، والله مريضه ما تقدر تحكي. الله يعطيها الصحه والعافيه يا ربي، الله يعطيها الصحه والعافيه. الله يسلمك، اي رحم الله والديك. الله يرضى عليك ابويا. الصحه والعافيه للجميع يا رب. يا رب. كل ان شاء الله. ندعي رب العالمين. ندعي رب العالمين يا رب العالمين. اي والله ان شاء الله يزيل هاي الغمه عن هاي الغمه يا رب. ان شاء الله، ان شاء الله يا رب العالمين. امين للجميع يا رب. الله يرضى عليك ابويا. بس عافيه اريد اسالك سؤال. أمر. ما لحقت على الحلقه ما طرشي زين مالته. اي ايش قد حطيت ملح؟ الملح من سويت الطرشي الاحمر. خلينا تقريبا الشيء نذوقه انه طيب. ملوحه اعتيادي. اي ملوحه اعتيادي. مو حسب بالضبط، حسب الجدر الخلته. دائما اقول انه مقاديرنا هو لساننا، نذب الملح ونذوق. على عيني وراسي، تأمرين امر. الله يسلمك، تأمرين امر. الله يرضى عليك ابوي، يخليك يخليك عيوني. طبعا نخلي العجينه هنا تعجن. اللي راح تكون عندنا هنا، طبعا اني قلت لكم متعمدت انه اسوي الكريتشه بشكل اعتيادي كلش اليوم، بدون قالب وبدون اي شيء. يعني ما ردت انه موضوع انه راح تفكرون مرتبه وما طلعت مثل الشيف، لا، الشيف سواها بايده وكيف ما اتفق اليوم، لكن اليوم من سووها انتم بالبيت راح تعجبكم اكيد. هذا اللي سويتها اني، هذا الوجه حتكون شكلها اني هيك، اني سويتها بالايد، سويتها بشكل جدا اعتيادي. هنا ورا ما تكمل عد الكليتشة، ورا ما تكمل عد الكليتشة، خليني هنا زميلي عدي موجود عندي، زميلي علي هنا. دائما البيض عندي، البيض والنسكافيه موجود والحليب، انه ادهن الوجه مالتها، ادهن الوجه اللي موجود عندي بالشكل هذا قبل ما تفوت على الفرن. ضروري جدا انه ادهن الوجه، راح يغير لي الشكل والطعم. ثواني خليها تكمل شوية. يا الله ما بقى شيء. ايش قد بقى عندي وقت؟ ايش قد وقت عندي؟ اوكي اوكي اوكي. طبعا اوكي خليني اخذ. اي اجى ثواني. والله اجى. صباح الخير. هلا وقلبي، شلونك؟ وين وصلت العجينه؟ خلصت العجينه بس خليني اشوفهم يا قبل ما نطلع. الكليتشه وين وصلت فيها؟ هاي العجينه اللي صارت عندنا بهالشكل هذا، شوفوها انه عجينه دهنيه، مو عجينه تجي ويانا. عجينه دهنيه. الشكل هذا عندي خلص. اخذ هام العافيه قلبي. حلو لقيته هناك تبايعه يعني. يلا اشيلك. اذا مشاهدينا الكرام، وصلنا وياكم لختام حلقه هذا اليوم، واكيد مثل ما قلنا لكم اني وهاله انه راح نستمر وياكم ببرنامج يوم جديد، راح يكون يوميا من الساعه 10 صباحا حتى 12 ظهرا ان شاء الله. راح نستمر وياكم ب
تغطيات خاصة حول موضوع فيروس كورونا والحيطة والحذر منه، وبالتالي راح تكون عندنا تغطيات خاصة من داخل المستشفيات إن شاء الله. ويا ربي بردا وسلاما على كل شعبنا العراقي، والله يشافي كل العالم من هذا الفيروس. بالختام تحيات شيفنا عرفان الغالي، ربي وتحياتي وتحيات هالة وكل كادر برنامج يوم جديد، والختام سلام.